معنا اتصال محمد من مكة المكرمة. محمد اهلا، حياك الله. السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بكلم فضيلة الشيخ. يسمعك الآن، تفضل. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما الفرق بين الشيعي والسني؟ والسؤال الثاني، هل اللي في سوريا والعراق وفلسطين يعتبر جهاد؟ وضحوا لنا جزاكم الله خير. يا أخي لا مصلحة لك من هذا السؤال، لكن الشيعي الذي هو يتبع الشيعة على مذهب الشيعة، والسني الذي هو على مذهب أهل السنة. وأما العراق وسوريا هذه لا دخل لك فيها. نعم.